تربوا تهضروا فيه ست بلدان، منها الجزائر، إيطاليا، صربيا، البرازيل، الصين، بلجيك. يعني راح يكون تربص جد غني وراح نستفادوا منه بزاف، لأنه راح يكون احتكاك ومدة 15 يوم، راح يكون في صالحنا، خاصة أنه راح يكون قبل الدورة التأهيلية. والدورة التأهيلية في سيتون في السنغال راني نشوف فيها يعني عندنا فرص تأهل، لأنه في 5 أوزان نقدروا نتأهلوا بالك 5 فتيات ولا 4، خاصة أنا نتكلم على الفرصة تاعي بما أني بطلة إفريقيا هذا العام وللمرة الثانية على التوالي اللي عندي الحظوظ في التأهل. وإن شاء الله يقعدوا كاين مفاجآت، هذه هي الملاكمة، والمستوى الإفريقي راهو في تصاعد مستمر. يعني رانا نشوفوا حتى كاين بلدان من جنس وأجانب، بلدان إفريقية راهم يجنسوا أجانب ويجيبوهم يديروا لا كاليفيكاسيون، ثم راح يكونوا كاينين مفاجآت في هذا التأهل.